عندي تليفون شكون باشكون فين من طنجة لكويرة كل مدون فين ركب في التاكسي ديالو غادي كندور فين غادي بغيتي شي توصيلة صابور فين غادي سولك جاوبني تربح التليفون مشاهدينا عواشر مبروك راه مبارك سعيد ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فين غادي فين هو غادي. اليوم دابا عند مولاي علي بن راشد السيده الحره مدينه شفشاون. جينا كيما العاده باش نشوف واش كاين شي امراه ولا شي راجل اللي غربح معنا البورطابل. مشينا وسط المدينه هيا بينا. يا شفشاون يلا 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 الناس ديال الشاون يلا. صراحه حنا فرحانين باش نكون في هذه المدينه هذه. غير حاجه للتذكير السوقان فيها صعيب انها كلها عقابي. مرحبا مرحبا. تفضل اسيدي تفضل. السلام عليكم. شنو كيدير اسيدي؟ كيدير بخير بخير. يا بشار السلام عليكم. كيدير اخويا؟ مرحبا بك. كيدير هذا هو البرنامج ديال الامن اللي فات هو هذا. كاين شي تليفون شي مرحبا ها هو ديال دوزيام شتي. عرف قانون المسابقه. الله يا ودي. كطرح عليك شحال من سؤال. خمسه. على شحال خصك تجاوبي؟ على ثلاثه. هاك واحد الكما معاك دير لها بحالها انت كتشوفها. ها كيدير شويه ديال زيت العود. احنا عندنا زيت الزيتون وكل شيء هنا كل شيء موجود. استعد. ساعد. زيد التاكسي ديالي. يلا السؤال الاول مولاي علي بن راشد والسيده الحره شنو كانت كتجيه؟ اختو. متاكد؟ متاكد. لا لا ماشي اختو والو. الزوجه ديالو؟ لا خالته. ماشي عمته؟ لا خالته. ما هي خالته ما هي عمته؟ بنته. متاكد؟ بطبيعه الحال عندكم بنته. برافو عليك. تفق على راسك تفق على راسك. السؤال الاول مازال جوش. برافو عليك. السؤال الثاني يقول الابن ديال الضفدعه شنو سميته؟ لو بيبي دو لا ضفدعه. بالدارجه ولا باللغه العربيه؟ لا باللغه العربيه. شنو كيسميو بالدارجه؟ النونه. النونه. هذه بالشفشاونيه انا نقول له اقران الدري صغيور. انا كنقول ليه الضفدعه وكيقول لي الدري. باللغه العربيه الفصحى شنو سميته؟ العربيه الفصحى ما عرفتش. الكران كنقولوا له الكران والضفدعه وخا بنو بالضفدعه. شنو سميتو؟ سرغوف. سرغوف. برافو عليك. يلا ننظروا للسؤال الثالث. خلاص السؤال الثالث يقول طاهر ريسوني كتب واحد الكتاب على التاريخ ديال مدينه شفشاون بينا حنا غير سميت الكتاب. صراحه انا ما عنديش مع كتب بزاف باش نقراهم وجلست نكتب ديك التاليف وفوقاش وجد فوقاش وجد شي حبيت جلسه معكم. تقدري تساعدني بشي واحد؟ كنظنش شي واحد يكون عارف. عيط هذا اللي عيط ليك سولو. ما عنديش الصوت. ما عندكش الصوت صافي ماشي مشكل. ابخلا واحد الكتاب مالفو طاهر ريسوني. طاهر ريسوني على مدينه شفشاون. شنو سميت الكتاب؟ تاريخ شفشاون. قربتي شويه. برافو عليك انت ذكي. الجواب ديالك خاصو شي حاجه صغيره. ندوزو السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول شكون هي توريا الشاوي اول مغربيه كدير شي حاجه؟ انا ما نكذبش. شي واحد امراه كانت حكمت المغرب العربي واحد 30 سنه. لا اذا ما فيها بو تليفون. تكون من الناس المؤلفين؟ لا اسئله صعيبه. قصحت عليا والله. ما قصحت معك بالله. اول مره في المغرب اللي سبق لها ساقت الطياره. اول وحده ساقت الطياره. برافو عليك. يلا صفقي على راسك. برافو عليك. برافو 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 ايا. يلا السؤال الخامس يقول واحد السيد جالس حط حدا جوج كيسان كاس ديال الماء واحد حوي وواحد عام علاش خير بك؟ وعمر راسو باش يشرب هو وكيستنى الضيف يجي باسو. باش يعمر ليه؟ انا سول هادو كاع سول سول. شتي كيفاش اسمح لي نسولك؟ السيده مشاركه في مسابقه فين غادي؟ قلت لي واحد السيد حط حدا جوج كيسان، واحد عامر بالماء وواحد خاوي، علاش؟ ما عرفتش. ماشي برد فيه الماء. الماء اصلا بارد. واحد باش يشرب منه. والاخر؟ يشوف فيه. غنضطر نحطك هنا ماشي مشكل. ماشي مشكل. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك باب السوق. سمح لينا بزاف. هي يقدر يشرب؟ يقدر يشرب. يقدر ما يشرب، داك الشيء علاش حط جوج كيسان؟ هذا شوف، شنو كتقولي بالشاونية لشي واحد مفضي؟ مدعدع. مدعدع زوينة. يلا برافو عليك أيا، ربحتي معنا التليفون. شكرا بزاف دوزيام وشكرا حيت لقيت بك حيت فرحانه نتلاقى بك صراحه. يلا مشاهدينا الكرام وانتم كنقول لكم موعدنا حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم. عندي تليفون شكون باشكون فين غادي من طنجه لكويره كل مدون فين غادي ركب في التاكسي ديالي وغادي كندور فين غادي بغيتي شي توصيله صابون فين غادي سولك جاوبني.